يبا هواي اخلاقهم يضربونا بالطابوق شو نسوي لهم اهلا؟ محمد ابو راجي محمد ابو هاي اخلاقكم وانتم تسبوها على الاطفال. احنا نسبها على الاطفال، احنا مو ضدكم، احنا ما جايين ضدكم ست، احنا مو عيب علينا، احنا نتبع الاوامر العسكريه، احنا مو ما يمنع، احنا هذا اللي عندنا، غير اوامر عندنا. مو اصوريش، انا حصل نفسي ست، نفس ما انت قاعد تصورين انا حصل نفسي. القائد عملياتها لقيله بحال ما يظل بالعماره بعد مستحيل. والله ست احنا التصوير مالكم وراح يوصل للبرلمان اول باول وعرضه بالشاشه ورد اشوف قائد عمليات شلون يظل وطالعه بيان على قائد عمليات وعلى الضباط اللي وياه كلهم ما بيهم خير ولا واحد يحترم نفسه. احنا ست ما بدينا شيء. لا مو بدينا، لا 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 ما بدينا. اخلاقيات ما عندك. رحم الله والديك، ممنون منك، ممنون منك. اخلاقيات ما عندك. ممنون منك، مو اصورك، بس انت قاعد تتجاوزين علينا. هاي هاي هاي. رحم الله والديك، ممنون منك، هاي اخلاقك ست. احترم نفسك. انا محترم نفسي. ما عندك. رحم الله والديك، ممنون، شكرا لحضرتك. اخلاقياتك. شكرا، هاي، رحم الله والديك، ممنون منك. هاي ست النائبة جاوزت عليها وعلى السيطرة.